trouver avec le mot maroquinerie. L'édition Leader Nadaba en 2019, c'est un retour à l'image internationale parce que ça fait 2 ans ou 3 ans qu'on a abandonné de faire un salon marocain. Et aujourd'hui, on est content de revenir et on a invité beaucoup de gens de l'étranger et on veut promouvoir l'article marocain. Le Mounafassa Daymen Keina, ou le Mounafassa Hiyeli Katatik, le Jouda. ملي كيكون المنافس ديالك تيحط واحد لارتيكل انت كتحاول انت تجتهد وتحط واحد لارتيكل اللي باش يدخل حتى هو للسوق. اذا المنافسه اللي كيخاف من المنافسه مات واللي ما تيخافش منه هو اللي تيبقى في الحياه. الوغ استافدوا اولا كيف قلت لك هناك شراكات هناك يعني طلبات ديال العمل. دونك الاجانب جابوا دي كوموند دونك كيناقشوا دي كوموند جايبين دي كوموند يعني واحد العدد ديال المقاولات غتستافد من دابا اسابيع غتستافد من دي كوموند يعني من عمل. دونك هذه مساله اساسيه. وملي كنقول المقاولات المغربيه يعني مقاوله الجلود اللي كتصوب الجلد، مقاوله كذلك الاحذيه، مقاوله الالبسه، وكذلك لي ساك لا ماروكينري. دونك هاد الثلاثه ديال النظم، هاد الثلاثه ديال هذا، ثلاثه الاصناف ديال الشركات كلهم استافدوا عبر كانت عندهم لقاءات مكثفه خلال هذوك 3 ايام مع هذوك الزبناء اللي جاوا من على برا، وكاين كذلك زبناء اللي جاوا كذلك من 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 المغرب، سواء اجانب مستقرين من المغرب او اجانب عندهم علاقات هذا، جاوا وكانت لقاءات مكثفه مع 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 العارضين. دونك اليوم عندنا حسب الاحصائيات الاخيره عندنا يعني طلبات، عده طلبيات اللي دازت يعني اللي داز اللي استفد من هذه المقاولات هذه. يعني كاين هناك يعني يعني العارضين عندهم اليوم يعني مسائل كونكريت. في جهه سوسماسا الفيدراليه اشتغلت مع الوزاره الوصيه على يعني لاكومبانيمون ديال 4 ديال لي بروجي. فهذيك الجهه يعتبر من الجهات اللي هي المهمه واللي عندها ماده خام كبيره. جهه فاس مكناس فيها مدابغ كثيرة وفيها صناع كثار ديال الأحذية. هنا هذا الفيدرالية الآن حنا عندنا كنشتغلوا على هذه المسألة ديال العيون السمراء، لأن كاين بوتونسيال، كاين بوتونسيال ديال الجلود ديال الجمال. وهل الجلود ديال الجمال ممكن أن دير واحد النوع ديال الأحذية اللي متوفر حنا في المغرب؟ يعني قطاع الجلد ما نقولوش شيء كيلو الطبيعة. نقول لكم ما كانش هذا قطاع الجلد كاين دابا كاين. كون ما كانش التريتمون ديال لابو اش غادي يكون؟ ما نقولوش كيلو الطبيعه، واش هذا اللي كياخذ لابو كياخذ الجلده وكيدير لها كذا ترانسفورماسيون وتيخدمها وتيخرج منها برودوي، واش هذا كيلو؟ كون ما كانش هذا السيكتور هذا التنغي هذا هذيك الجلده فين غتمشي؟ انا سؤال، انا غنسول سؤال هنا. هذيك الجلده سيدي غتمشي تلاح او غتمشي غتكون فيها دي بكتيري ولا يكون فيها نابورت كو.